نظرا لقدوم عدد العائلات الكبير من مدينة حلب المحاصرة، قامت منظمة الهلال الأحمر القطري بالاستجابة الطارئة لأهالينا في مدينة حلب، وذلك بفرش مركز في مدينة الأتارب، وشمل التوزيع فيه 30 سلة طوارئ. تشمل هذه السلل 4 سفنجات، 4 حرامات، سلة مطبخ، سلة نظافة، وبيدونتين وبيل وشادر بلاستيكي. أيضا قمنا بتوزيع 140 سلة ألبسة على الأخوة من القادمين من مدينة حلب، وإن شاء الله سوف نقوم بتوزيع الكميات أخرى، وسنوفيكم بمزيد من التقارير.